دكتور بعد روحي عندك تصريح سابق وجاب لك مشاكل هواي. نعم. انه صرحت قلت ماكو مدرسه، لا مظفر مدرسه ولا عريان مدرسه ولا. اليوم انا من نحكيها يمكن تقوم القيامه. ممكن تتعرض الى محاله اغتيال. مو؟ فش تقول انت؟ يعني بعدك مصر على هذا الموضوع؟ طبعا انا اشوفه هواي استهلكته يعني بالفضائيات. يعني بكل لقاء يعني لانه طلع من شخص مهم بصراحه. إيه؟ بعض التصريحات دكتور. إيه؟ اليوم من نسمعها ما نهتم لها. إيه؟ تصريح عادي يعني كلام عادي، ولكن من دكتور جمال لا، هنا نتوقف. إيه؟ شلون وليش يعني وضحت في اكثر من برنامج، يعني قلت مفهوم المدرسه ليس كما يعني يتصوره البعض، بل ان كل شاعر نعم. يتاثر فيه مجموعه من الشعراء سواء كان شباب أو غير الشباب يتأثرون في هذا الشعر وتصبح له قاعدة جماهيرية يكون مدرسة. على هذا الكلام وعلى هذا المفهوم يصبح في كل بيت مدرسة وفي كل فرع مدرسة وفي كل محافظة فد ألف مدرسة حتى تتشابه المدارس علينا. وكو هيش منطق وكو هيش كلام. مع احتراماتي لأساتذتنا الأجلاء عريان سيد خراف، هكذا اسماعيل قطر، مظفر النواب، شعراء كبار، لكن ليس بمدارس. المفهوم المدرسة هو لا يطلق على شخص واحد بل على مجموعة من الأدباء والشعراء، يعني يتبنون أعراف وإلى آخر التفاصيل. إذا أدخل بهذا التفاصيل يروح نصف الحلقة لأنني تكلمت عنها. عموما مفهوم المدرسة اللي يريد يرجع له فيروح على اليوتيوب يكتب جمال الأزبكي والمدارس الشعرية راح يطلع له جواب. جميل جميل. طيب اليوم تحس اكو ناس عندنا مثلا ناس البعض انه بالعكس صار اكو تغير. هو صح بالبداية ايه كانوا معارضين ويعني وصلتنا الشتائم يعني كثيرة على الفيس وعلى اليوتيوب، لكن انا غيرت ما يقارب 95% من هاي النظرة. طيب دكتور تتوقع راح يكون عندنا شاعر شعبي مدرسة لوحده؟ أي الوحدة؟ لا ما يصير أبدا قانونيا. ما يصير ما يصير ما يصير منطقيا أكاديميا. ولا تقول لي أكو يمشي يقول لا الشعر الشعبي خارج الأكاديميات، إن أنا أنت راح تنتقص من الشعر الشعبي. صح، إحنا نريد نرتقي بمستوى الشعر الشعبي إلى مستوى الشعر الفصحى. ليش أنت دائما تحاول أن تنزل الشعر الشعبي في الحضيض؟ صحيح، دائما لا الشعر الشعبي خلي يكون في معزل عن الشعر العمودي الفصحى، او الشعر الفصحى بكل تفاصيله بالعمود او التفعيله. بما ان القانون الاكاديمي يقول في الفصحى يعني نعم يقول المدرسه هاي يعني قاعدتها وهذا التزامها، لابد ان تطبق على الشعر الشعبي. انت تقول اني هاي ما تطبق القوانين عليها، اذا انت ما تكتب شعر. هي يقول ما اكتب شعر انا. ابتعد عن كل التفاصيل، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض الآخر. وجهة نظرك أكيد نحترمها دكتور، وأكيد الناس هسه هي اللي لكن ممكن تكون يعني ممكن كيف هسه يقول لك والله أنا أسعى الآن كيف دكتور جمال جاي. لا أنا أسعى الآن إلى مشروع تأسيس مدرسة بس مو لوحدي، مجموعة يعني مجموعة مثل أني أستاذ أثير، مجموعة ويانا يعني من شعراء العراق، نعم معنا نقاد معنا كتاب. طيب شو ايش تسمى هذه المدرسه يعني؟ مدرسه في الشعر الشعبي، خلي تكون اول مدرسه تطرح بالوطن العربي. تاسيس، نسعى الى تاسيس مدرسه في الشعر الشعبي. طيب بادرت بايش موضوع؟ بادرت وكثير معي كانوا يعني ميديني، لكن الوقت والاراء والامزجه مختلفه صحيح. ايه تتعب يراد عندك وقت وتقنع. انا يعني قبل قليل قلت لك ما يقنع عاميا أميا ليس هو ما يقنع عالما متخصصا. صح.